أتصور أيضا أنه مجلس الأمن مطالب ب ربما إطلاق هذه العملية، وهذا يتطلب اقتناع الدول الخمسة دائمة العضوية، ولكن إذا فشل مجلس الأمن للأسف مثل ما يحدث حاليا، فاللجوء إلى الجمعية العامة اللي هي جمعية تجمع كل عضوية المجتمع الدولي 194 دولة، هي 193 في الحقيقة، لكن ال 94 هي فلسطين، واللي هي أخذت في القرار الأخير للجمعية الكثير من الحقوق التي تؤهلها تقترب بها للعضوية الكاملة. فالجمعية العامة متاحة لإطلاق فكرة المجتمع الدولي.